تعالوا نروح نشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل، لأن في مجموعة كبيرة من الأخبار هتحصل النهاردة، منها تسيير 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، والنهاردة هتنطلق بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات بالقاهرة. كمان منتخب مصر هيواجه منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مصر للطيران هتسير 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وده بواقع 9 رحلات جوية من جدة للقاهرة و3 رحلات جوية من المدينة المنورة للقاهرة. النهاردة كمان هتشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وده التعامد الثاني والأخير السنة دي. الجمعية الفلكية بجدة قالت إن التعامد الثاني هيحدث مع عودة الشمس ظاهرياً قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً لخط الاستواء، والشمس هتتوسط خط الزوال عندما تكون على ارتفاع 90 درجة تقريباً، وهتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة اللي هيختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام. برضه النهارده هتنطلق بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، واللي هتستضيفها صالة استاد القاهرة الدولي، وهتستمر لحد يوم 23 يوليو. جدول البطولة بيضم منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات وسلاح السيف رجال، وهتبدأ منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات الساعة 9 الصبح بمشاركة 161 لاعبة، أما منافسات سلاح السيف رجال هتبدأ الساعة 1 الظهر بمشاركة 149 لاعب. لعشاق كرة اليد موعدهم النهارده مع مباراة منتخب مصر لكرة اليد الرجال مع نظيره الجزائري، وده هيكون الساعة 8 بالليل في الدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد رجال.